مرحبا بكم في طوموبيل 360، ومرحبا بكم في الريفيو ديال فولكس فاجن توارك 2024. توارك هي الاس يو في دو غران طاي ديال لا مارك فولكس فاجن، كتجي ا موتور 3 لتر تخطي الدي. هاد الطوموبيل كتميز بانها كتبارطاجي الشاسي ديالها مع الاودي كيو 7 الكيويت، مع اللامبورغيني اوروس، ومع البنتلي بنتايغا. الا كنتي جاي باش تعرف غير الثمن ديالها، توارك كتبدا ب 71 مليون. لا فيرسيون اكزيكوتيف اللي غادي نتيستيو اليوم كتبدا ب 86 مليون. في هاد ليسي غادي نشوفو ستارينغ ديال التوارك من برا، غادي نشوفو شنو تبدل بارابور جينيراسيون الفايته، غادي نشوفوها من الداخل وغادي نسوقوها في الطريق. قبل ما نبداو الريفيو ما تنساوش تابوناو، تكومونتيو، تبارطاجيو الفيديو وديرو جيم للكونتينو ديالنا. يلا نبداو. غادي نبداو بالستارينغ ديال فولكس فاجن توارك اللي تبدل شويه بارابور جينيراسيون الفايته. الطوموبيل بقات عندها لا ميم فورم ديال لي فو افون، ولكن تبدلو كومبليتوم من الداخل، وفيهم سيستيم اي كيو لايت ديال فولكس فاجن اللي هو التكنولوجي ديال اللايت ديالهم. التكنولوجي امبيكابل، كضوي مزيان في الطريق، ومعاهم لا سيناتور لومينوز ديال فولكس فاجن اللي هي هاد لاباغ ديال ليد اللي كتكون هنايا في البار شوك. الطوموبيل فهاد لا فيرسيون اكزيكوتيف كتجيب هاد الكروماج في البار شوك ديالها اللي كيزيدها في الجماليه وكيخليها تبان بريميوم اكثر. الكابو ديالها ما تبدلش، كيبقى ان كابو اللي هو بلا سامبل، فيه هاد ليلين اللي كيبينوا الستايل ديالو، وفيه هاد لالين اللي كتخليه يكون بلو زايرو ديناميك باش لاغ اللي كيضرب في الكابو ما يديرش الصوت في الداخل ديال لابيتاك. الا شفنا توارق من الجناب غادي نلاحظوا بلي هاد لا جينيراسيون ما تبدلاتش بزاف. الطوموبيل كتجيب ان كروماج او نيفو دي فونيتر باش تبان الفصاله ديالها وتبان الشيب ديالها مزيان. هاد لا جينيراسيون جديده كتميز بهاد لي جون جداد اللي فيهم 20 بوس، فيهم اون فينيسيون دايموند كات، وعندهم واحد الشيب اللي شويه ايروديناميك باش الطوموبيل ما تكونسوميش بزاف ديال الماء. لي زيل ديال الطوموبيل فيهم هاد لي غارنيتور بالبلاستيك باش الطوموبيل يبقى عندها واحد لو كوتي يوتيليتير ديالها باش ما تشردش الا درتيها شويه ديال الاوف رود. من اللور غادي نلاحظوا بلا الفوكس فاجن توارك تبدلات كومبليتوم. الطوموبيل كتميز بهذا الفو اغيير اللي فيه اون بار ديال اللي تحتها هو اللي هي سيناتور ليمينوز ديال فوكس فاجن. من اللور توارك عندها كاروسخي كبيره بزاف، فيها اكثر من 4.90 متر في الطول، وفيها اكثر من 2 متر ديال العرض. هادشي كيعني بان الكوفر ديالها كبير بزاف. الكوفر ديال توارك كيتحل الكتريكمون، كبير بزاف، فيه اكثر من 800 لتر. هادشي كافي باش دير بيه اي حاجه بغيتي. بارشوك ديال التوارق حتى هو سامبل بزاف، فيه اون بارتي مصبغه اون بارتي ما مصبغاش، وفيه دو سورتي ديشابمون ديال بصح. كتجي اون اوفرتور سون كلي، وفيها اون فيرموتور سوفت كلوز. الا بغينا نشوفو لانتيغيوغ، اول حاجه غنقدروا نهضروا عليها هو ليسباس اللي كاين في الفولكس فاجن توارق. عندنا بزاف ديال ليسباس او جونو، نقدروا نديروا لي بي ديالنا تحت لو سياج كوندكتور. قضيه مريحه هنايا، لي سياج رطبين. هاد لا فينيسيون اكزيكوتيف كتجي بهاد لانتيغيوغ بيتون، فيه كوير طابا كوير نوار مع لي سور بيكور بالبرونز. الطوموبيل كالعاده كتجي انا كودوار سنتراليزي اللي فيه دو بورت غوبلي، هاد المره انتغري في لا كودوار، ماشي كيخرجوا من هنا بحال فولكس فاجن تيغوان. لا كاردون تي تحت هي مزيانه، راسي ما كيقيش السقف ديال لافاتا، واخا الطوموبيل فيها ان طوا بانوراميك. اون غرو لي سياج ديال فولكس فاجن توارق لور 90 مريحين، لا فينيسيون ديالهم زوينه. لي غارنيشور دو بورت حتى هما كيجيو بيطون، فيهم الكوير بالمارون والنوار، وفيهم لي سور بيكور. لي فيتر بيان سور الكتريك، ما ندويش على هادشي في هاد لا كاتيغوري. الطوموبيل كتجيب دي لوميير دومبيونس اللي كاينين في هاد لابارتي هادي اللي كيزيدو في الجماليه ديال لانتيريور. لو طابلو دو بور تيبان زوين من هاد لابوزيسيون هادي، كيبان فيتوريست. ليكرون 15 بوص وكوكبي ديجيتال، كيبان تبان الكاليتي ديالهم مزيانه من هنا. والناس اللي غادي يركبو في التوارق ما غاديش يلقاو مشكل باش يسافرو في هاد لي سياج اغيير. الى جينا لي سياج افون ديال التوارق، اول حاجه كنلاحظوا هي السده ديال الباب. التوارق كتسد بحال ان كوفر فور، هادشي تيكون معروف على الطوموبيلات ديال لا جروب فولكس فاجن. اول حاجه كنشوفها قدامنا هي هاد كوكبي ديجيتال اللي فيه اكثر من 12 بوص. هاد كوكبي ديجيتال كيبين لك لا فيتاس ديالك، كيبين لك كاع لي زانفورماسيون اللي كتقدر تحتاج، وكيقدر يبين لك الجي بي اس حتى هو. قدام الفولون عندنا هاد لي كومودو كلاسيك ديال لا مارك فولكس فاجن اللي امون افي بداو كيقدموا شويه، شفناهم في بزاف ديال لي فواتور ديال لو جروب فولكس فاجن. الفولون تبدل كومبليتمون، فيه اللوغو جديد ديال مارك فولكس فاجن، فيه دي بوتون كاباسيتيف، يعني هاد لي بوتون هادو سو سون دي بوتون لي هما تاكتيل ماشي دي بوتون فيزيك. كيخليوك تحكم بالريغولاتور دو فيتيس، وكيخليوك تحكم بالكوكبي ديجيتال والموسيقى حتى هي. الفولون بيان سور كيجي كوير وسور بيكي. ميمكنش منهضروش على السيستيم ديال الانفوتينمنت ديال فولكس فاجن توارك. السيستيم كيجي ان اكخون اتش دي اللي فيه 15 بوص. هاد لو سيستيم فيه جي بي اس، فيه ابل كار بلاي، كيخليك تحكم بلا كليماتيزاسيون من هنايا. دوماج ما فيش دي بوطون فيزيك اللي كيقدروا يطفيو لا كليماتيزاسيون وتحكموا بزاف ديال لي فونكسيوناليتي ديال لا فواتور. وكيف ما نتوما كتعرفوا لو مونك ديال دي بوطون فيزيك هنا اللي كيتحكموا سورتو بلا كليماتيزاسيون، يقدروا يشوشوا على الشوفور وما يخليوش كونسونطري في الطريق. تحت ليكرون سونترال عندنا ان اسباس درونجمون اللي تقدر تكاموفلي. هاد ليسباس درونجمون فيه اون بريز يو اس بي تيب سي ديال ريشارج، فيه اون بريز 12 فولت،
وتقدر تشارجي به حتى التليفون في الشارجور باغ اندوكسيون. لا كونسول سنترال ديال فوكس فاجن توارك فيها حتى لوفي دو فيتاس ديالها. هاد لوفي دو فيتاس تقدر دير به سوا لو مود اوتوماتيك ولا دوزو لو مود مانويل باش دوز لي فيتاس بحال هكا. الطوموبيل كتدمري من هنا عندنا لو فخام الكتريك ولو سيليكتور دو مود دو كوندويت لي تقدر دوز به سوا المود انديفيدويال سبور نورمال ايكو و لو مود اوف رود حتى هو. لا كودوار سنترال كبير وفيه دو بريز يو اس بي تيب سي. قدام ديال توارك اون غرو فيني مزيان. طابلو دبور كوير فيه لي سور بيكور بارتو. لا كونسول سنترال كتحس بها سوليد بزاف وما كتزعزعش من بلاصتها فاش كتحاول تحركها. هادشي كيعني بان الانتيريور دو بون كاليتي. الانتيريور ديال فولكس فاجن توارك فيه فينيسيون مزيانه. طوموبيل بيان اكيبي فيها ليكخون زوين كوكبي ديجيتال زوين وكلشي فيها دو بون كاليتي. هادشي عادي فهاد لا كاتيجوري ديال لي SUV اللي دايرين اكثر من 80 مليون. عادي ان طوموبيل بهاد الثمن تكون عندها اون فينيسيون بحال هكا. دابا اجي نشوفوا واحده من احسن المميزات ديال التوارق ما دوناش عليها من قبيله هي الموتور ديالها. كما قلت لكم الطوموبيل كتجيب ان 3 لتر في 6 تي دي. اجي نشوفوا في الطريق. هاد الفي 6 كي ديفلوبي 286 شوفو و 600 نيوتن متر ديال الكوبل. كيجي مع اون بوط اوتوماتيك وي رابور زد اف اللي فولكس فاجن كتسميها تيب ترونيك. اون فوا كديماريه كتفهم علاش الطوموبيل فيها 12 شوفو فيسكو وكتخلص 6000 درهم في لافينيت. فاش كيديماري ما كيزعزعش لابيتاك وما كتحسش بالفيبراسيون ديالو كاع. باش تحرك يوسفي غير دير سيليكتور في الدي وكتزيد اون سوبلس. فاش كتزيد كتسمع واحد شويه ديال الموتور حيت الطوموبيل ديزل ولكن الصوت ديالها ما خايبش حيت في في 6. السسبونسيون ديالها فارم ولكن ماشي انكونفورتابل. لانسونوريزاسيون حتى هي مزيانه. ما كتسمعوش الصوت ديال الطريق وما كتسمعوش الصوت ديال الموتور. بحال اون فوتور دو لوكس الثمن ديالها 86 مليون. فولكس فاجن توارك كتجيب ان سيستيم لونج كونترول اللي كيجي مع لا بواط تيب ترونيك ديالها. هاد لو سيستيم كيخليها دير واحد لاكسيليراسيون لي رابيد بزاف بارابور لي اس يو في بهاد لا تاي وبهاد لا بويسونس. الطوموبيل كدير 0-100 تقريبا 6 ديال الثواني وحنا غادي نشوفوه دابا. يوسفي غير دير رجلك على الفخا تو ابوي سوغ لاكسيليراتور وكطلق لو فخا. التقليعه ديالها اغريسيف بزاف والطوموبيل كتوصل 100 كيلومتر الوغ تري تري رابيدمون. الطوموبيل لاكسيليراسيون ديالها مجهده بزاف بارابور لان اس يو في اللي فيه 286 شوفو ديزل وفيه اكثر من 2 طن. دوكو من ناحيه البيرفورمانس توارق في 6 مزيانه. 286 شوفو كافيه باش تحرك الطوموبيل كيف ما بغيتي. هاد الفي 6 معروف حتى بالكونسوماسيون ديالو ما كيكونسوميش بزاف ديال المازوت بارابور للطوموبيل ديال هاد لاطاي اللي فيها هاد الموتور هذا. الطوموبيل في الطريق كتكونسومي بين 5 و 6 لتر في 100 كيلومتر على حسب رجلك كيفاش دايره. تقدر تكونسومي حتى ل 7 الا كنتي كتجري شويه. في المدينه كتكونسومي بين 7 و 9 لتر في 100 كيلومتر. هادشي كيبقى دي فالور مزيانين بزاف بارابور للطوموبيل اللي عندها هاد لاطاي وفيها موتور في 6. ما نساوش بلي الطوموبيل موتورها كبير بزاف. وما نساوش بلي التوارق المغزى ديالها ماشي هو انها تكون اقتصاديه ولكن المغزى ديالها هو انها تكون كونفورتابل وتشد الطريق مزيان. في المدينه الطوموبيل سهله بزاف في العبار. فاسيل تحطها وسط الخطوطه ديال الطريق بلا حتى شي مشكل واخا الطوموبيل كبيره. هادشي معروف على الطوموبيلات ديال مارك فولكس فاجن تيكونوا ساهلين بزاف في السوقان. دوكو عندنا لا سوبلس عندنا الكونفور وعندنا السهوليه ديال الاستعمال والكونسوماسيون قليله. دابا غادي ندوزو لي سياج ديال التوارق. لي سياج ديال التوارق كيكونوا الكتريك ا ميموار شوفون في هاد لا فيرسيون اللي دايره 86 مليون. وحده من لي كريتيك ديالي الكبار ديال التوارق هما لي سياج ديالها حيتاش جي اسيي فولكس فاجن تيغوان 3 إليا دو سمان و لي سياج ديالها كانوا اكسيبسيونيل. توارق فيها دي سياج مزيانين ماشي خايبين ولكن لي سياج ديال تيغوان كانوا اكسيبسيونيل وما كرهتش كون كانت هذيك ليكسيبسيون حتى في التوارق. لو سياج ديال تيغوان فيه الفونكسيون ديال الماساج وكتقدر دير لي لافونتيلاسيون اللي حنا محتاجين دابا في هذا النهار ديال شهر 8. لو بوان جي اللي خاصنا نناقشو في الفولكس فاجن توارق هو لا توني دو غوت ديالها. وباش نناقشو هاد لو بوان خاصنا نخرجو من المدينه. غادي نمشي نلقى شي طريق احسن من هادي اللي انا فيها وغادي نتلاقى معاكم تماك. فاش كنكونو في الناسيونال هنا فين كنفهمو علاش كيصلاح الفي 6 تي دي اي. فاش كنبغيو ندوبلو شي واحد يسوفي غير تفكر الدوبل وكتفوتو. لي غوبريز ديال الطوموبيل انكرويابل. وكيف ما كتشوفوا الفي 6 تي دي اي ما تيكونسوميش بزاف ديال المازوت. حنا غاديين ب 100 كيلومتر اور و تيكونسومي بحال شي غولف ولا طوموبيل عاديه بزاف ما فيهاش موتور 3 لتر. الطوموبيل كتاخذ لي فيراج مزيان كتميل واحد شويه هادشي عادي بارابور لان السوفي اللي عنده هاد لاطاي. وثاني فاش كتبغي الدوبل يسوفي غير تنوي الدوبل.
بيرفورمانس موتور زوينه بزاف، الفي 6 تي دي معروف عليه باللي موتور زوين و امبيكاب. مش كنلقاو شي طريق زوينه بحال هادي، توارك عندها اون مونتوني دو غوت، كدور لي فيراج مزيان، كتميل واحد شويه ولكن هادشي عادي بارابور لان فيكول بهاد لا طاي وفيه اكثر من 2 طن. كتخرج من لي فيراج مزيان وكتخلي لي بونت بحال ما كاينينش، الطوموبيل بحال غادا في طلعه كي غادا في هبطه، والفي 6 تي دي تيكون ادابتي لكاع لي سيتوياسيون. باش كيكون قدامنا شي واحد بحال هكا، انا فرانيت بالعاني باش نوريكم الفي 6 تي دي، يوسفي غير تكسيري وكتضوبل تري تري رابيدمون. كما قلت لكم الطوموبيل ما عندهاش مشكل واش طلعه ولا هبطه، هي لي تري بويسونت، لا توني دو غوت ديالها كافيه. باش كنسوقو توارك بالليل كنلاحظو بلا السيستيم اي كيو لايت ديال فولكسفاغن تكنولوجيا جديده ديالهم ديال ليد اكسبسيونيل بزاف، كنتمكنو باش نشوفو كاع لي زامبيرفيكسيون ديال الطريق، كنشوفو كاع داكشي اللي كاين في البلايص اللي نورمالمون تيكونو مظلمين في الطوموبيلات العاديين، و ميم طون فيها الفار اوتوماتيك باش ما تعميش لي باسون الاخرين في الطريق، كيبقى ديما الفار طالع ولكن الا داز بحداك شي واحد و تكروازيتي معاه ما كتعميش بالفار ديالك. هاد السيستيم كيخلينا نشوفو لي فيراج مزيان في الطريق، وكما كتشوفوا التوارك كدارو مزيان حتى من ناحيه لا كونسوماسيون. الا كنا غادي في اون غوت ناسيونال بحال هذه كنلاحظوا بان التوارك ما كتكونسوميش بزاف ديال المازوط، وهذا الشيء حاجه مزيانه بزاف اون فواطور اللي فيها ان موتور 3 لتر. ما نساوش لي لوميير دومبيونس اللي بحال في الفولكس فاجن تيغوان، زوينين بزاف في هذا الموديل اللي كنسيو اليوم. الحصيله هو ان التوارك كونفورتابل سباسيوز، الموتور ديالها ما تيكونسوميش بزاف ديال المازوط، بويسون بزاف، لوطوني دو غوت ديالها مزيانين. دابا ندوزو للحوايج اللي عجبونا اللي ما عجبوناش. اكثر حاجه عجبتني في توارك بيرسونيلمون هي الموتور في 6 ديالها، موتور بويسون سوبل. انا كيعجبوني لي ديزل الكبار بحال هادو تيجيوني مزيانين بهاد لي فواتور، بالنسبه ليا احسن من ان موتور هيبريد، كيجر مزيان، لا فيابيليتي ديالو مزيانه. لو سول بوين او روتونير مع هاد الموتور بالضبط هو انه تيكونسومي واحد شويه ديال الزيت، خاص الواحد الا كان عنده هاد الطوموبيل يرد البال لا كونسوماسيون ديال الزيت ديالو مره مره زيد واحد شويه، حيت خاصه ديزل اللي فيه 286 شوفو عادي انه يكونسومي الزيت. لا دوزيام شوز اللي عجبتنا هو الكابري ديال لا فوتور امبوزون، لا كاروسخي ديالها كتبان من بعيد كلشي كيعرف شنو هي التوارك وكيحترموها في الطريق. لا طوني دو غوت مزيانه بارابور ان فيكول هاد لا طاي، سو ني با اون فوتور دو سبور ولكن ان غون 4x4 ولكن كدور لي فيراج مزيان، وحتى في الناسيونال الموتور زوين، الراحه مزيانه، لا سسبونسيون زوينه. لي شوز اللي ما عجبوناش، نبدا باول حاجه اللي ما عجبتنيش هو ان الا بغيتي دير ابل كار بلاي في التوارك خاصك ضروري بحال هذا الخيط، ما كاينش ابل كار بلاي سون فيل اللي كاين فولكس فاجن تيغوان، او ميم طون كاين بزاف ديال لي فواطور خاص من هادي بحال داسيا داستر. لا دوزيام شوز اللي ما عجبتنيش انا بيرسونيلمون هو لي سياج، لي سياج بالنسبه ليا يقدروا يكونوا احسن، يقدروا يكونوا اوموا بحال لي سياج ديال تيغوان اللي هما اكسبسيونيل فيهم الماساج. لا فيرسيون ايرلاين فيها الماساج فيها الفونتيلاسيون ديال سياج اكسيتيرا، ولكن خاصكم تعرفوا بلا لا فيرسيون ايرلاين دايره 100 مليون. حتى نتوما ما تنساوش تقولوا لي شنو عجبكم في الطوموبيل اشنو ما عجبكمش، خليو لي ان بتي كومونتير، قولوا لي لافي ديالكم على لا فيديو على الطوموبيل ونقدروا نناقشوا من تماك. كان معكم امين طوموبيل 360، هذه الريفيو ديال توارك 3 فاز 2 ديال 2024. ما تنساوش تابوناو تكومونتيو تبارطاجيو. السلام عليكم.